السلام عليكم ورحمة الله، معاكم سيد من قناة أبدع واستمتع كرييتس فان. النهاردة بنستكمل حديثنا عن شروحات مايكروسوفت وورد وقائمة ريفرنسز. هنبدأ مع بعض القائمة هنا هوت. زي ما انتم شايفين بنروح للجزء اللي على اليسار، هنلاقي الصندوق ده كامل بعنوان Table of Contents اللي هو جدول المحتويات، تمام. وازاي هنا هوت اعمل جدول للمحتويات احترافي، مش زي ما الناس متخيله ان هو جدول المحتويات عباره عن جدول بعمله انا بايدي وبكتب فيه الكلام وبكتب فيه ارقام الصفحات. لا، النهارده بنتكلم عن جدول محتويات احترافي 100% من الالف الى الياء. ازاي هنبدا هنا هوت؟ بنقسم الملف اولا حسب التكست وحسب العناوين اللي فيه. هنيجي نعمل عناوين هنا هوت، مثلا هنلاقي مثلا كلمة ايجيبت هنا اهوت، هنعمل انتر بعدها ونخلي مثلا ايجيبت هنا اهوت عنوان. عشان اعملها عنوان هروح قائمة هوم، تمام، واعملها مثلا هيدنج 2 اهو. زي ما انت شايف اتحولت للنص وهيدنج 2. نعمل عنوان التاني مثلا هنا مودرن ايجيبت اهو، اعمل عليها شيفت واخليها هيدنج 2 برضو، تمام، على اساس تبقى نفس الليفل في العناوين. العناوين هنا اهوت هنخليها كلها هيدنج 2. هنا برضو كلمة اسلام هنقف عليها ونعملها هيدنج 2، تمام، ونكمل. مثلا نخش مثلا نعمل عنوان رابع عشان نشوف بس الصفحات، مودرن ايجيبت مثلا اهو، ونعملها هيدنج 2 كده. انا عملت عناوين وتكست، عناوين ونص. طيب نبدأ بقى نعمل انسيرت للتيبل اوف كونتنتس. برجع تاني لقائمة ريفرنس، تمام، اللي هي قائمة المراجع، وأبدأ أروح على Table of Contents. طب أنا لو أضفت هنا Table of Contents هيجي لي على طول قبل كلمة Egypt، ولكن أنا عايز أحطه في صفحة لوحده، فبعمل إيه؟ بعمل بيدج بريك. برجع تاني، كنا ورينا لكم قبل كده البيدج بريك بعملها منين، من Insert، تمام، وبروح هنا هوت بيدج بريك أهو. عملت بيدج بريك، جاب لي صفحة قبل كلمة Egypt، بقف عليها وارجع تاني للريفرنسز، وهضيف هنا هو بقى في الصفحة الفاضية اللي انا عملتها، هضيف هنا التيبل اوف كونتنتس جدول المحتويات. هقف هنا هيجيب لي اشكال للجداول المحتويات زي ما انتم شايفين العنوان، وقصاده هنا على اليمين اللي رقم الصفحة. نختار اول نوع مثلا اهو، زي ما انت شايف ايه اللي حصل، جاب لي اهو اول عنوان كنا احنا عاملينه ايجيبت، بعدين مودرن ايجيبت تحت وجاتب لي الصفحة هنا 1، وبعدين اسلام برضو صفحة 1، بعدين مودرن ايج بالصفحة 2، تمام. ممكن نعمل له ازاحة، نقف في الصفحة اللي فوق خالص واعمل ديليت اهو، جابهولي في الصفحة اللي فوق. وبعد كلمة وبعد الجدول اعمل كنترول انتر او بيج بريك عشان انزل الكلام في الصفحة اللي بعدها اهو، اعمل انسيرت وبيج بريك اهو. خلاص كده جدول العناوين، تمام، او جدول المحتويات اصبح كله موجود في صفحة اولى. اقدر اتحكم طبعا في شكله عن طريق ان انا مثلا عايز اغير الالوان او الاشكال. طبعا كنا شفنا ازاي بنغير الالوان والاشكال في اللي اوت، تمام، عفوا في قائمة الديزاين. وبروح هنا في السيمز واختار اهو زي ما انت شايف السيمز اللي انا عايزه اهو، زي ما انت شايف بتحرك في السيمز، نختار ده مثلا اهو، وبعمل الشكل اللي انا شايفه افضل لي بالنسبة لجدول المحتويات. ده بالنسبة لكانت قائمة جدول المحتويات. هنا هو بيقول لك اد تكست، يعني لو انا جيت تحت، تمام، واضفت اي تكست بعمل بعد كده ابديت، ان هو بيحدد لي التكست اللي انا اضفته بيدخله في جدول المحتويات. يعني مثلا هننزل تحت خالص ناخد مثلا التكست ده ونزود تاني، نزود كده اهوت، نعمل له بيست، تمام، خلاص. وبعدين هضيف مثلا جزء من التكست هنا اهوت، يعني مثلا الجزء ده هضيفه لجدول المحتويات. ان انا بروح وبعمل اد تكست وبحدد الليفل، ليفل 1 ولا 2، خليها 2 مثلا، تمام. وبعدين بعمل ابديت تيبل، تمام. هنا بيقول لي ابديت نمبر ولا الابديت انتاير تيبل، هنعمل ابديت لانتاير تيبل واقول اوكي. زي ما انت شايف عمل لي ديت كانها ليفل 2 كانها عنوان. وبنروح ان هو طلع فوق زي ما انت شايف كل التكست اللي انا علمت عليه حطهولي كانه عنوان، يعني التكست ده حطهولي كانه
عنوان. طيب لو جيت اضفت كمان عنوان كمان، يعني مثلا هنعمل مثلا ميدل ايست ديت، هعملها عنوان، هننزل هنا تحت واعمل ميدل ايست عنوان. طبعا قلنا هنعملها عنوان ازاي، هروح هوم واروح هيدنج واخترتها هيدنج. طبعا ميدل ايست ما كانتش موجوده في جدول المحتويات، بس دلوقتي هتكون موجوده في جدول المحتويات. هنطلع فوق، لسه مش موجوده، فبعمل ايه، هعمل هنا الابديت، ابديت التيبل، هيقول لي ابديت البيجز ولا ابديت المحتويات كامله، ابديت انتاير تيبل، اقول له ابديت انتاير تيبل، اقول له اوكي. اهو زي ما انت لاحظت جالي تحت خالص اهو، واضاف لي محتوى جديد في جدول محتويات اسمه ميدل ايست، ودخل في الصفحه الثالثه. يبقى ده كان تيبل اوف كونتنتس او جدول المحتويات بشكل سريع. نخش في اللي بعدها، انسرت فوت نوت. ايه هو بقى الفوت نوت وايه هي الاند نوت؟ زي ما انتم شايفين تمام، كل ده تبع الشروحات المتعلقه بالفوت نوت، زي ما انتم شايفين كله متعلق بالفوت نوت. الفوت نوت ديت اللي هو الاشاره المرجعيه اللي بتكون موجوده في نفس الصفحه، اما الاند نوت الاشاره المرجعيه اللي بتكون في اخر الملف. يعني لو انت مثلا بتكتب بحث كبير خالص، ممكن تعمل انسرت اند نوت في نهايه البحث، او تعمل الفوت نوت في نهايه كل صفحه. على سبيل المثال هاجي هنا في الصفحه دي تمام، وهعمل انسرت فوت نوت هنا اهو، زي ما انت شايف هدوس اهو، جاب لي فوت نوت تحت اهي في نفس المكان هنا فوق اهو، ادي الفوت نوت. طبعا لما ادوس على اي واحده فيهم بيوديني للجزء الثاني، ادوس هنا اهو تجيب لي تحت. طيب هنا بضيف مثلا، انا عايز اقول ان الفوت نوت دوت بيشير الى مثلا كتاب عن مصر، فبقول تيكن فروم بوك اباوت ايجيبت مثلا اهو. يبقى انا لما بدوس هنا اهوت على الفوت نوت دبل كليك، بيجي لي تحت اهيت الفوت نوت اللي انا كتبتها. اقدر اعمل اكتر من فوت نوت في نفس الصفحه، يعني نيجي مثلا في الباراجراف ده هعمل اضافه فوت نوت، طبعا هنا المفروض تبقى رقم 2، هندوس اهو اهو اوتوماتيك على طول حط لي فوت نوت رقم 2، رقمها بكتب فيها مثلا هيستوري اوف ايجيبت مثلا اهو، بدوس برضو دبل كليك بيجيب لي الجزء اللي هي رقم 2، والعكس ادوس 2 فوق يجيب لي الفوت نوت اللي تحت اهو زي ما انتم شايفين. ده كان بالنسبه لاضافه الفوت نوت. طيب عايزين نضيف بقى اند نوت. الاند نوت احنا قلنا بتكون في اخر الملف، يبقى انا لما اضيف هنا اهوت انسرت اند نوت، على طول المفروض هيوديني لاخر الملف اهو، زي ما انتم شايفين اخر الملف خالص تمام، حط لي فيها الاند نوت، واقول له مثلا ده كان بحث عن مصر مثلا، فبقول ايه ريسيرش اباوت ايجيبت اهو. ايه اللي بيحصل لما ادوس هنا اهوت على علامه الوان ديت في الاند نوت اهو، بيطلعني فوق خالص اهي، دي اند نوت، ولكن ال1 و2 دولت كان فوت نوت. يبقى ده الفرق ما بين الاند نوت والفوت نوت. طيب هنا هو نيكست فوت نوت، لو انت واقف مثلا على رقم 1 تمام، ولما تدوس نيكست فوت نوت على طول على طول بينط هو ويجيب لك رقم 2، ده بالنسبه نيكست فوت نوت تمام. هنا هو بعمل شو نوتس، لو انا عامل اكتر من اند نوت وفوت نوت بقدر اظهرهم كلهم مره واحده، بدوس هنا اهوت وبعمل فيو الفوت نوت او الاند نوت حسب اللي عندي، فنعمل اوكي اهو زي ما انت شايف اظهر لي على طول المكان اللي انا كاتب فيه الفوت نوت. ده بالنسبه لشو نوتس. طيب نخش في اللي بعدها في السيرش. هنا اهوت زي ما انت شايف هنا اهوت الكاتيجوري دي كلها معناها سيرش، ده هنا بيبحث لك في نفس المجال اللي انت كاتب فيه البحث بشكل آلي خالص، يعني لما ندوس هنا اوكي هلاقي هنا هو بيعمل زي سكان للملف وبيعرف الملف بيتكلم عن ايه، وبيجيب لك موضوعات هنا هو على اليمين مشابهه للي انت بتتكلم عنه. يعني مثلا هو شاف ان انا بتكلم عن الميدل ايست الشرق الاوسط وبتكلم عن ايجيبت، فجاب لك موضوعات على طول مشابهه من الويكيبيديا تمام، ومن الاخبار متعلقه بالموضوعات اللي انا بتكلم عليها سواء ايجيبت او الميدل ايست تمام. وهنا هو بيقول لك ان دوت جاي من البينج، يعني الانجن بتاع البحث او محرك البحث بتاع بينج اللي هو المايكروسوفت تمام. طيب بنخش في اللي بعدها الانسيرت سيتيشن، يعني ان انا بضيف ان هو مصدر للكلام بتاعي. يعني مثلا هنيجي ان هو قدام اي كلمه، مثلا هنقول مثلا
سنترال جوفرنمنت ديت مثلا اهو حددها لكم، وعايز اضيف هنا اهوت مصدر للكلام، فبعمل انسيرت. تمام، هنا اهوت في مصادر اهيت كنت انا عاملها في ملف سابق، هنعمل اضافة مصدر جديد، بقول اد نيو سورس اهي، بيجيب لي بقى المصدر. هل المصدر بتاعنا كتاب؟ اهو اختار نوع المصدر، هل هو كتاب ولا نص جزء من كتاب ولا جورنال ارتكل، يعني مقالة في صحافة، او هو كان كونفرنس او تقرير، وعندنا خيارات كتيرة جدا نختار منها. فنفترض ان هو كان كتاب، المصدر بتاعي كتاب، هكتب هنا الاوثر مثلا وليكن سيد علي مثلا، ده المؤلف، واكتب هنا اسم الكتاب، هنكتب مثلا History of Egypt، وسنة الكتاب سنة 1999، وكان في كايرو مثلا في القاهرة، ودار النشر أي، أكتب أي كلمة دار نشر مثلا، دار الرؤية مثلا. تمام، وهنا هو لو في فوليوم، لو هو في مكون من كذا فوليوم أو من كذا سيكشن يعني، أو من كذا نص أو من كذا إصدار. طيب وأقول أوكي. تمام، هنلاقي هنا هو إيه اللي حصل. أهو بس أنا بعلم لكم عليها هنا عشان تشوفوها كويس. كتب لي الاسم الأخير من الكاتب اللي هو كان اسمه سيد علي، كتب لي علي، وسنة 1999. أقدر أحدد كمان إيه هي اللي أعمل إيديت للسيتيشن اللي أنا حاطه المصدر. تمام، أو أعمل إيديت للسورس كامل، إن أنا مثلا عايز أغير سنة الإصدار لو أنا كنت كتبتها بالغلط أو شيء. تمام، فبعمل إيديت أهو. أقدر أحط كمان صفحة، يعني مثلا الكلام ده متاخد من صفحة مثلا 50، فبقول أوكي 50 وأقول أوكي. تلاحظ بيج 50، يبقى هو أدي اسم الكتاب الكاتب سوري، وأدي سنة الإصدار، وأدي الصفحة. ممكن أضيف أي حاجة تاني، أعمل إيديت سورس وأضيف لو أنا عايز أعدل على المصدر بتاعي. ده كان بالنسبة لإنسيرت سيتيشن، إضافة مصدر. هنا هو المانج سورسز، لو أنا عامل أكثر من مصدر في البحث بتاعي، أهو عندنا أربع مصادر، أقدر أقف قدام أي مصدر فيهم وأعمل إيديت، أهو إيديت، أغير فيه اللي أنا عايزه وأقول أوكي. أي مصدر ده في المانج سورسز أو المانج سيتيشن بتاعت المصادر. طيب هنا هو كمان شكل المصدر، يعني طريقة كتابته. بص هنا مكتوبة ازاي، لما ادوس هنا هو هلاقي اشكال لطريقة كتابة المصدر. يعني لو دوسنا الـ ABA اوكي، تلاحظ ان في اختلاف اهو، علي اس تمام، وكتبها بشكل مختلف. طيب نخش مثلا في شيكاغو، اهو تلاقي كتبها لي اس علي، وكتبها الـ 50 صفحة بدون بي. فدي بالنسبة للاشكال، شكل كتابة المصدر، ده الستايل. البيبلوجرافي ده هنا هو المؤلف، المعلومات المتعلقة بالمؤلف ومؤلفاته. تمام، دي بقدر أضيفها في آخر النص خالص، يعني مثلا أنا لما دوست عليها هنا هو بنزل تحت خالص، أقدر أضيف هنا هو البيبلوجرافي مثلا، أشوف الشكل اللي يعجبني. تمام، وأدوس أوكي. أهو زي ما أنتم شايفين حط لي المصادر كاملة والمؤلفات بتاعت الكتاب فين، ودي في الغالب بتبقى في اخر البحث او في اخر الكتاب، اللي هي المؤلفات اللي انا استعنت بيها والاشخاص اللي الفوا هذه الكتب، والمصدر لو انت هو فوليوم من كذا بحث او من كذا اديشن مثلا كذا اصدار. ده بالنسبه للبيبلوجرافي. يبقى هنا هو خلصنا قائمه السيتيشنز والبيبلوجرافي. معانا بعد كده قائمه الكابشنز، وهي قائمه المسميات التوضيحية. وقائمة المسميات التوضيحية ديت متعلقة بالرسومات والجداول اللي أنا بضيفها خلال النص أو البحث اللي أنا بكتبه. يعني أنا ممكن أضيف مثلا عدد كبير جدا من الصور أو عدد كبير من الجداول أو المعادلات، ففي الحالة ديت أنا بحتاج إن أنا أعمل كابشنز ليها، إن أنا بعمل مثلا جدول لمجموعه من الصور اللي انا كنت حاططها. زي ما انت شايف ان هو لما باجي اعمل انسيرت كابشن بيديني نوت الكاتيجوري بتاعتي او الفئه، هل هي ايكويشن معادلات ولا فيجرز ولا تيبل. تمام، فهنا هو بتشوف مثلا هنقدر نضيف مثلا صوره معينه او شكل معين، وبعدها بعمل الكابشن له، فبعمل انسيرت، بروح على اللاين
sources مصادر الاونلاين، وبدور مثلا على اي جدول من الجداول، بكتب هنا table مثلا of contents جدول محتويات. هنضيف مثلا اي جدول محتويات في الوسط كده اهوت عشان نعمل بس شكل ونشوف الكابشنز بتتكتب معاه ازاي. اهو اضفت هنا الجدول اهو جالي تحميله. اهو هنا بقى انا باجي بقى فوق الجدول وبضيف هنا الكابشنز بتاعتي اللي هو التسمية التوضيحية او المسمى التوضيحي بتاعي. ده هيبقى ايه؟ فيجر 1. هو اوتوماتيك على طول بيختار فيجر 1 او تيبل 1. هنا طبعا عشان ده نوع تيبل اخترت تيبل 1 اهو. ممكن نعمل تيبل تاني اهو على طول اوتوماتيك حدد لي ان ده تيبل 2 وده تيبل 1 تمام. طبعا لو انا عندي ملف كبير فيه اكتر من جدول يعني ممكن كمان نضيف تيبل 3 تمام. هنا هو بعد كده بنضيف بقى insert table of figures او table of الجداول، جدول المتخصص بالفيجرز بتاعتي او الكابشنز بتاعتي اهو زي ما انت شايف table 1 و table 2، وحدد لي كمان اماكن الصفحات او زي ما انت شايف رقم الصفحة. ده كان بالنسبة للـ insert captions. هنا برضو اقدر اعمل update table، يعني مثلا على سبيل المثال انا هضيف بعد كده table 3 اهو، وبعد ما اضيف table 3 هعمل insert captions اوتوماتيك على طول عطلي اهو 3. هنا اهوت لسه ما حدث، لازم انا اعمل تحديث، اعمل عليه رايت كليك وبعمل ابديت تمام. بعمل ابديت للي هو التيبل اهو، بيغير لي كامل التيبل وحط لي التيبل 3 والرقم بتاع الصفحة بتاعته. ده كان بالنسبة للانسيرت كابشنز والانسيرت تيبل اوف فيجرز اللي هو بيحدد لي عدد الفيجرز اللي عندي او الاشكال او الجداول اللي انا حاططها في الملف. الكروس ريفرنس ان هو لو انا عامل اوريدي ريفرنس كتير خالص اقدر اقف في اي مكان واضيف من الريفرنس بتاعتي اللي انا كنت حاططها مثلا هنا في الملف واعمل كروس ريفرنس هضيف عندي ان هو الريفرنس اللي انا كنت فاكرينهم اللي هو الايه الفوت نوت 1 وفوت نوت 2. اقول اوكي على طول وكلوز اهو زي ما انت شايف حاطط لي الفوت نوت اللي انا كنت حاططها تمام. ده بالنسبه للكروس ريفرنس بيجيب لي من الاند نوت او الفوت نوت اللي انا كنت حاططها. يعني مثلا على سبيل المثال نجرب حاجه تاني، هقف هنا واعمل كروس ريفرنس واختار هنا بدل الفوت نوت هختار اند نوت مثلا اوكي. او جاب لي تحت ادي ريسيرش اباوت ايجو اللي احنا كنا عاملينها في الاند نوت، اقول اوكي انسيرت كلوز زي ما انت شايف جابها لي، ولما ادوس عليها بيوديني على طول للاند نوت تحت اللي انا كنت كتبتها. ده كان بالنسبه للكابشنز. طيب هنا هو بقى الجزئيه دي كلها المربع ده كان بيتكلم عن الاندكس. وايه هو الاندكس؟ الاندكس دوت ان انت بتعمل فهرس في نهايه الصفحه للكلمات ومواقع هذه الكلمات في اي صفحات لو انت عايز ترجع لها بعدين. يعني على سبيل المثال ايجيبت هنا اهوت مثلا عايز اضيفها لل الاندكس بتاعي، اضيف واضيف هنا اهوت ادي اضاف لايجيبت اهو زي ما انت شايف خلاص، واقدر اعمل مارك اول يبقى هو كده بيضيف لي كل كلمه ايجيبت اللي موجوده في النص بيضيفها للاندكس، وبعمل كلوز. تلاحظ ان هو هنا عمل لي علامه ان ده النص ده بعدين بيبقى هيدن، يعني لما بخلص الشغل بتاعي بقدر اشيل العلامه ديت وبتبقى مخفيه، بس هو حاططها لي دلوقتي عشان بيعرفني ان انا خلاص اضفت ايجيبت لكلمات للاندكس لكلمات الاندكس بتاعتي. طيب ممكن اضيف مثلا حاجه تاني، نشوف مثلا حاجه مثلا سيفيلايزيشن مثلا كلمه الحضاره اضيفها للاندكس بتاعي اهو اضفت، وبعمل مارك اول وكلوز. هطلع برضه ادور على كلمه تانيه مثلا اضيفها للاندكس بتاعي كلمه responsible مثلا نشوفها، وبعمل مارك انتري وبضيفها للاندكس واقول مارك اول وكلوز. كده انا اضفت ثلاث كلمات للاندكس بتاعي. طيب الاندكس المفروض بيكون موجود تحت، هقف تحت خالص تمام واضيف insert index اهو زي ما انت شايف. لما اجي اضيف الاندكس بتاعي تمام
هيقول لي وريني هنا اهوت الشكل بتاع الاندكس ازاي هيظهر، تمام. وهنا اهوت بيقول لك هيكون على شكل تو كولونز، يعني على شكل عمودين، وبقول اوكي. اهو زي ما انت شايف جاب لي الكلمات اللي انا كنت اضفتها، كلمه سيفيليزيشن مذكوره في الصفحه الاولى والثانيه، وكلمه ريسبونسبل مذكوره في الصفحه 0 1 و 2، كلمه ايجيبت مذكوره، وادي الصفحات مذكوره قدامها. ده كان بالنسبه لقائمه اندكس. طيب المارك سيتيشن نفس الكلام، هنا هو انت بتتكلم عن الريفرنس بتاعك، تمام، فتقدر تحدد ريفرنس لحاجات معينه في الملف. طبعا نشيل العلامات ديت عشان ما تلخبطناش. خلاص انا دلوقتي عرفت ان انا عملت اندكس، خلاص مش محتاجها تاني، فبقف هنا في هوم، والعلامه دي بدوس عليها بتختفي كل الاشارات للحاجات المخفيه. بس طبعا بيفضل سايب لي اهو، سايب لي الاند نوت، وسايب لي الفوت نوت، وسايب لي كمان الاندكس اللي انا كنت عامله، تمام. بنرجع للريفرنسز وبشوف بقى المارك سيتيشن هنا هو. لو انت عايز تحدد سيلكتد تكست، يعني تكست معين، تمام، وتحطه في تيبل معين، يعني مثلا عايز تعمل مجموعه من الكلمات وتعمل لهم كاتيجوري معين ل كمصدر او كاقتباسات. يعني مثلا انا دلوقتي ذاكر مجموعه من الدول، تمام، والدول ديت عايز اعمل لها كاتيجوري معين في المصادر بتاعتي او الاقتباسات بتاعتي. فبعمل ايه؟ بروح انا اهوت بجيب كلمه مثلا ايجيبت وعايز اضيفها، تمام، عشان بعد كده اعرف ايجيبت ده تبع كاتيجوري ايه، واقدر ارجع لها في كاتيجوري معين. بعمل هنا اهوت كاتيجوري، هنا اهوت جايب لك كاتيجوريز كتيره، كيسز مثلا لو انت بتذكر اسماء قضايا او اسماء تشريعات او اسماء قواعد او اتفاقيات، فبتقدر ان هو تحدد. لو انت عايز تضيف كاتيجوري جديده للاقتباسات اللي عندك او المصادر اللي عندك، بدوس هنا مثلا على رقم 10 ده، تمام، وبعمل كاتيجوري جديد، وبكتب ان هو تحت الكاتيجوري جديد مثلا اقول هسميه مثلا names of African countries، واقول اوكي. خلاص كده انا اضفت ايجيبت، واقول مارك اول. خلاص كل كلمه ايجيبت هتضاف لي كاتيجوري معين في السيتيشنز في المصادر. طيب ندور مثلا على دول تانية، مثلا هنفترض ان انا هضيف هنا كلمه جريس، هعمل اضافه، خلاص، وهروح اضيفها لنيمز اوف كانتريز مثلا، واقول مارك اول وكلوز. ايجيبت نفس الكلام هضيفها، تمام، واختار هنا هو الكاتيجوري نيمز اوف كانتريز، اوكي، مارك اول كلوز. تلاحظ ان انا ايه بضيف الاسماء معينه لكاتيجوري معين. طيب عندنا اسماء مثلا دول تانيه، جازا ستريب مثلا قطاع غزه، اقف ان هو اعمل مارك اول واضيفه مثلا لهذه الكاتيجوري بتاع نيمز اوف كانتريز، مارك اول وكلوز. طيب كده انا عملت، تمام، سيتيشنز، تمام، جدول في كل الكاتيجوريز بتاعتي او الاقتباسات او المصادر بتاعتي. اقدر ادور بقى اجيب الجدول ده منين؟ من هنا، من insert table of authorities، بس نحطه تحت بقى، تمام. هنشيل طبعا زي ما قلنا خلاص العلامات دي، انا خلصت، خلاص عملت الاضافات اللي انا عايزها، بروح هوم وبشيل العلامه ديت، وبعدين بروح في اخر الملف اقف هنا واضيف جدول الاقتباسات او المصادر بتاعتي، بقف هنا انسيرت، تمام. وهنا بيقول لي الكاتيجوري اللي انت عايز تضيفها، ادي نيمز اوف كانتريز، واقول له اوكي. تلاحظ ايه؟ ادي الدول اللي انا كنت اضفتها لنيمز اوف كانتريز، جازا ستريب قطاع غزه وجريس، وجايب لي موجود في 0 1 و 2 في الصفحات بتاعته. ده كان اشاره سريعه لقائمه ريفرنسز اللي هي متعلقه بالمصادر والمراجع. ارجو ان انتم تكونوا استفدتم بشرح النهارده، ويا ريت ما تبخلوش علينا بلايك وسبسكرايب في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله.